اتصدرت الفنانة منى فاروق ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرت مقطع فيديو مثير للجدل بتعلق فيه على الهجوم عليها في ظل غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة. منى الناس طلبت منها انها تختفي بعد الأزمة ياها اللي انتوا عارفينها، بس على عكس المتوقع طلعت واتكلمت في فيديو صريح جدا وقالت ناوية ابقى بجحة وتنحق وسخيفة عشان الناس اللي بتتكلم عليا كل شوية، يا ريت محدش ليه دعوة بيا وانا بعمل ايه، انا ترند الجيل وكل جيل ومركزين معايا عشان انا احلاهم وجسمي حلو وشكلي حلو واموره وبيضه وقشطه وكل واحد في الكوكب ده بيتمنى يبقى معايا. لا دي كمان قالت مفاجاه انها ترجع تشتغل مره تانيه ومع خالد يوسف كمان، لما قالت خلوه ده ربنا يديله الصحه مطرح ما هو قاعد رجعني اشتغل، وهو مخرج مشهور ومخرج شاطر وقمر وراجع بقوه، وانا اشتغلت دلوقتي ووقفت على رجليا لكن برفض الادوار اللي مش مناسبه ليا، والحمد لله عندي مسلسل دلوقتي وكل التقدير للناس اللي واقفه جنبي. اما بقى عن الناس اللي بتهاجمها فقالت لهم رساله موجهه للناس الصفراء، الراجل المحترم ما بيتكلمش في عرض واحده ست ولا يجيب سيرتها، وكل الناس اللي ما بكلمهمش او بطلع معاهم بينفضولي، ولو انا عايز ارتبط بتجوز في الحلال والناس ما تعرفش عني حاجه غير خالد، ومحدش يعرف انا اتجوزت ولا اتطلقت بعد الازمه اللي حصلت ليا، وما تعرفش اتجوزت كام مره، وما تعرفش انا عملت ايه في الحلال، يعني من الاخر كده مالكوش دعوه بيا ولا بتصرفاتي، لان في الاخر ربنا هيحاسبني انا، انا وبس، مش انتم اللي هتتحاسبوا، وكفاياكم غل وسواد وصفرار بقى. تفتكر ليه منى فاروق طلعت قالت الكلام ده دلوقتي؟ وهل ده ليه علاقة بقلة أعمالها الفنية بعد أزمة الفيديوهات إياها خلال الفترة اللي فاتت؟ قول لنا أنت بقى رأيك في التعليقات.